فإلى من يدخن؟ ياسر الآن يوجه رسالة إلى كل مدخن. هل مر عليك في يوم من الأيام أو جاء في بالك أن يجيك شخص جاءك مطوع وقال تدخن، جاءك أبو حنان قال تدخن، لكن هل جاء في بالك أن يجيك شخص ما يشوف ولا يسمع ولا يتكلم أنه ينصح على التدخين؟ أنا يا أخوان بتكلم أتسمع شو أقول له. أنا في ناس أقول واجد عطر عيد السعيد كلم لكم جميعا شوف يا أخوان شو يقول؟ يقول جيب الدخان، يقول عند الدخان يجيبه هنا، اللي يبغى الدخان يجيبه. خلي شغله آخر كلمة، اللي معه الدخان يا أخوان يجيبه. خلي عيدا ياسر يا أخوان ينصح المدخنين. يقول ليش لا تدخن؟ يقول يقول فوق شوف يا أخوان، يقول الله يشوفكم، يقول كسر الدخان. يقول شوف يا أخوان ياسر يتكلم بحرقة، والله يا جماعة يتكلم بحرقة، يقول ليه يعني كأنه يقول ليش تدخن؟ اللي معه دخان يا أخوان يجيبه، يترك لله جل وعلا، يدعي على الله أن يرحمه، الله يدعي ويدعي لك ياسر يا أخوان. ياسر عطار الدعاء ياسر يا جماعة من ذا خلق الله إلى الآن لم يفعل ذنب واحد، لأن مصادر الذنوب العين. ياسر ما نمر هذا المسلسل، ياسر ما نمر كحل عينه بأمرد العلم، ياسر ما نمر سمع أغاني، ياسر ولا مرة يا جماعة سمع الأذان، ما يسمع حي على الصلاة حي على الفلاح لكن يصلي. وأنت يا من تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح، لماذا لا تجيب منادي الله؟ تدري ليش؟ الجواب في القرآن يا جماعة، يقول الله سبحانه وتعالى واسمع وتأمل. لا نستغرب يا جماعة اللي ما يصلي يسمع يا عصاه، ما نستغرب منه. الله جل وعلا يقول ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، قال الله عنهم أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. تكبير يا أخوان بشر، والآن جانا أول باكت تكبير يا حبيب، ربنا يوفقك. ياسر هذا إجابة الدخان إذنك يا الله. الله أكبر الله، ادعي لك يا شيخ أبشر بالخير، ادعي لك الله أبشر بالخير يا جماعة. ياسر يا جماعة ما سمع الأغاني، ولكن الآن بخليه صح الأغاني. ياسر في هنا ناس وجابوا بيننا بإذن الله، لأن هذه يا إخوان الأغاني مصيبة، والله هي اللي حالت بيننا وبين التوبة، والله أن هذه الأغاني حالت بيننا وبين الخشوع والصلوات. تكبير يا جماعة، الله أكبر. أبشر بالخير يا شيخ، أبشر بالخير، الله جل وعلا والله ربي عوض خير، من ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه. أبشر بالخير، الله يراه. وخلي يا إخوان ياسر يكسر، ياسر يكسر. شوف يا إخوان ياسر مبسوط، ياسر يا إخوان والله يا إخوان أحب الأعمال إلى الله أن تدخل صور قلب مسلم. ياسر يا جماعة ما يشوف ما يسمع يتكلم، وده أن يخدم الدين. ياسر يا جماعة ما يشوف ولا يسمع ولا يتكلم، لكن ما وقف عن خدمة هذا الدين العظيم. فكم منا من أعطاه الله هذه النعم يتقاعس على الدعوة، يتقاعس يتقدم خطوة لله سبحانه وتعالى. ياسر يا جماعة يبي يقدم لو شيء بسيط. ياسر راح معي الرياض، راح معي للرص، راح أنا عن قصيم، كل ما أقول رحلة دعوية يروح معي على طول، يبي يقدم شيء للدين، يبي يقدم شيء للدين يا جماعة. فأنا بإذن الله أقول إن هذه الليلة مباركة يا جماعة، الآن أمطار وخير وبركة، أسأل الله أن يجعلها أمطار رحمة، أسأل الله أن يفتح على قلبي وقلوبكم يا جماعة.
فهذه الليلة نريدها لله سبحانه وتعالى. الآن ياسر بينصح اللي يسمع الأغاني هنا، في ناس يسمعون الأغاني هذه شرطان انصح كلكم جميعا أغاني هذه شرطان يا أخوان. الله زعلان يقول الله يقول الله يقول تصلي ليش حرام عليك تسمع أغاني الله أكبر. الآن بشر يا أخي الآن ياسر يا أخوان يقدم نصيحة إلى كل من يستمع الأغاني والمنكرات. ياسر يقول جيب الشرطان اللي عنده شيخ في الصيام الجماعة جيبه وادخل صلاة على قلب ياسر. والله يا أخوان قد يكون مستجابا. نعم والله يا جماعة والله يدعي لك زين. الآن ياسر الآن يبي ينصح اللي ينام عن صلاة الفجر. في هنا بعض الناس والشباب وشيبان الفجر ركعتين ينام ما يصلي انصح يقول انت تنام ركعتين الفجر لا تنام لا يقول قوم يقول حاول تقوم تصلي يا الله الله اكبر يقول ترى ادعيكم كلكم يقول ياسر يقول ادعيكم كلكم ياسر يا اخوان والله صراحه اليوم اشوفه حلو صوت اي والله واسال الله سبحانه وتعالى نعم الحضور جيب قلوا جاءت الله أكبر الله أكبر تكبير يا إخوان الله أكبر. الآن جاءنا أورك لحد الشباب أسأل الله جل وعلا أن يفتح على قلبه أسأل الله أن يتساك خير. الآن في واحد جاب لا حد يقوم ولا لا حد يتحرك بس يا اخوان يا اخوان اللي معه دخان معه منكرات يجيب الان والله فرصه يجيب الان خير وامطار رحمه الله يجزاه خير. يا شيخ افتح جبينه ياسر خليه يشوف ياسر يا جماعه ما قد مر عليه ضوء كم يعرف بعد ياسر بحياته يا اخوان ما سمع عن هذا الله تبارك السين ترى واحدة بعشرة هذه زيه الله أكبر هكذا يمكن شيخ كم سعرها هذه 3,000 ريال الله المستعان الله أكبر الله تكبير الله أكبر في هذه أنا لا الله أكبر الله أكبر يا أخوان أسأل الله أن ينسي خير الجزاء وأسأل الله سبحانه وتعالى أسأل الله جل وعلا أنا لصاحب هذا الأرض أسأل الله أن يفتح على قلبك وأسأل الله أن يوفقك وأن يحقق كل ما تمناه. والله يا جماعة مصايب